فرميت پیغمبر عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله هر کس یک روز به روزو بیت لبر خاطر خوا بو خوای بیت بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا وفي رواية 100 خريفة هر کس یک روز به روزو بیت بو خوای گورا او خوای گورا لبین امو جهنم صد سال ريدولي خاتولة جهنم صد سال كسي يكروج يبو خواب الرجل بيت وأفرمين للرواية كي تردى جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض كسي الرجل يبو خواب الرجل بيت او أجل فاداشتا لبيني تو وعقلي جهنم خواي تعالى خندقك لي أدا شارك لي أدا وكبيني أرض وآسمان شنيك أمن دور تخاتوا أمش همي فضيلتي الرجوع.